هذيك الساعة جينا شريت الحاجة البال لي كلشي كيهضر كلشي طالع لي الدم كلشي زعفان ما جينا على اساس نحضروا الفنان حجيب. السلام عليكم، معك اسماء. جيتنا والده ديالي باش اسماء الزغاري، جينا والده باش نحضروا الفنان حجيب، جينا والده باش نحضروا الفنان حجيب. وصراحه كان كلشي مؤرغانيزي مزيان لداخل، كان كلشي زوين، غير المشكل طرا جاو الامن وقال لك ممنوع يكون اكثر من التدابير الاحترازيه، اكثر من 780 يمكن. يمكن، ولكن كلشي كيدير لي قال، راه كنشوفوا لي قال بزاف كينتظموا مؤخرا. بالنسبه للحجيب، بالنسبه للحجيب دخل واعتذر من الناس وقال لهم خليكم في بلايصكم، حنا غادي نجيو نعطيكم لي تيكي ديالكم. قالوا الناس نجيو نعطيكم لي تيكي ديالكم على اساس يتاجل نهار اخر، ولكن الناس داك الساعه ناضوا مشاو عند المنظمه وبداو كيغوتوا عليها، وحتى حد ما خدا التيكي ديالو وحتى حد ما خدا الفلوس ديالو. هما صراحه منظمين كل شيء زوين، موجدين الماكله، موجدين التخيط، كل شيء مزيان. المشكل اللي طاري هو الامن جا بغى، ما كايناش رخصه، ما درش الرخصه، العدد كثير. بصراحه المنظمه بقات فينا، جينا نفوجوا، راه عامين حنا ما محبوسين، جينا نفوجوا حتى حنايا، جينا نبدلوا الجو، جينا على ود حاجيب وجينا نبدلوا الجو ساعه ما كتبش. ما من الرباط الجايه باش نفوج انايا، من الرباط الجايه باش نفوجوا نشوفوا زعما صافي. عزيز علينا حاجيب، بغينا عزيز علينا حاجيب، كنبغي نصبط عليه ساعات كتشوف ما خلصنا ب 400 درهم، خلصنا 8000 ريال الواحد. تقريبا شحال كاين ديال الناس لداخل؟ هذا هو الاهم. كان بزاف بزاف. لا ما كانش، لا ما يمكنش دير بافيت، ولكن راه كان التباعد ملي الطبله راه جالسين راه متباعدين مع ما كاينش شي بلاصه شي، كان التباعد ما كتبش ماشي مشكل. مرة أخرى إن شاء الله، مرة أخرى غير هو السيدة هذه المنظمة تظلمات صراحة، حيت كاينين اللي قالها بزاف اللي شفناهم وفيهم الزحام وفيهم، وعلاش علاش ما تانيلاوش؟ علاش هذه السيدة هذه بالضبط؟ يمكن عندها أيادي خفية، منافسة في هذا المهم، تكون منافسة. كنتكلموا على رخصة، رخصة خصها تكون رخصة كيخدم من القاعة نورمالمون. لا ديال الحفلة الرخصة غلطات، حيت هي الرخصة خصها تكون عند السلطات المحلية بأنك دير واحد الحفل اليوم، لأن كاين واحد العدد كثير ديال الناس ما بين 700 و 800. إذا واش كاين القاعة واش كتحمل هذا الشيء؟ واش كتحمل؟ لا القاعة متحملة وكان شوية تباعد، ما كانش زوين من الطن داك الشيء زعما، حتى هي ضاعت، حتى هي ضاعت. مخلصين الفنان ومخلصين القاعة ومخلصين التخاتر. ما غناش، اعتذر، ما كتبش. خيرة بغيرة إن شاء الله، خيرة بغيرة إن شاء الله. ربي يخليك أخويا، شكرا. عفاك السلام عليكم خويا، حنا سمعنا اول مره بعد انا غنحضر الكالات، جامي حضرت شي كالا. شفت كنتابع رضا ولد الشينويه اللي عنده القناه، شفنا بانه داير واحد الاشهار للكالا كاينه في قاعه السفراء انفاس مع المرسيدس. خويا بنادم كيهضر على حقه، خويا ما تقلقش، بنادم كيهضر على حقه، ما تقلقش المهم ملي سمعنا حنا، ملي سمعنا كاين الاعلان جينا خويا باش نحضروا نفكوا على نفسنا شويه ونضحكوا، وهي فيها العيالات القاعه ماشي ميكس، قلنا جيو ضحكوا شويه. ملي جينا كنتفاجئوا ما كاين حتى شي، ما كاينش حاجيب، ساعتين وحنا جالسين، في الاخر طلع حاجيب صراحه اعتذر بان هذا الشيء ما كاينش الحفلة تلغى. المره اخرى ان شاء الله ونحضر معاكم. السيده تاهي اعتذرت، ملي كنتواصلوا معاهم باش يردوا لنا فلوسنا، يعطيونا فلوسنا، كنتفاجئوا كيقولوا سيروا تجلسوا، كنجلسوا كنسكتوا، الناس كلها صراحه جلست كتسنى، وفي الاخر كنوضوا نقلبوا على الناس من بعد من جوج
لدابا ومشينا كنقلبوا على السيده لقيناهم هربوا من الباب اللوراني، ودابا جالسين ما كاين حتى شي حد تواصل معنا من غير الصحافه، حنا جالسين ما كاين حتى شي حاجه صراحه. هاك اخويا اذا واحد كيعتدي على صحفي من الحراس ديال هاد القاعه هادي فريج الامن كاينين. لا بلا ما عندكش الحق تخيسو الجهات المنظمه راه تقرب علينا راه ضربوا والامن يقف دون الحيل ودون ذلك. يعني فهادشي امام انظار رجال السلطه المحليه ورجال الامن فكيتعرض للاعتداء من طرف هاد الشخص. قال لك صحافي اذا هادو راه عصابه كاينين هنايا كيحاولوا انهم ينصبوا على الناس، زيد على ذلك انه يتعدى على صحاف. شوف ضربك سنتية اذا فالسيده كذلك راه متعرضه للضرب من طرف هذا الشخص للاسف. لا غير خليها استاذ يا خليه اجا استاذ. الشخص بيتعدى على الصحفي الجهات المنظمه كتنزل. لا راه ضربوا استاذي ضربوا بلاتي والامن يتدخل. فكيتم كنشكروا رجال الامن انهم اعتقلوا لان الصحفي عنده بطاقه مهنيه معترف من طرف الدوله، فغادي نوصلوا لهذا المباشر. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. تم الاعتداء كذلك على هذه السيده اللي كتشاهدوا امامكم داخل. هادشي ضربني انا الاولى وقال لي خرجي عاد كيضرب الناس. ماشي مشكل. هادشي تضرب في الناس كبار، الناس جالسين كيتسناو باش ياخذوا الفلوس تاعهم وتيضرب فيهم من القبيله. صافي انا حشومه باش يتعدى على الناس. اذا الناس شكرا. اذا تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.